بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله لك الأجر يا سيدي يا صاحب العصر والزمان بمصاب جدك الحسين، وعجل الله تعالى فرجك بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من أفق المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين وحسينان وحسينان وحسين. عندما نكرر هذه الندبة نشارك رسول الله ينادي وحسين، وعلي أمير المؤمنين ينحب وحسين، وفاطمة الزهراء تبكي وحسين. عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيذري من مآقيه الدموع، فانتظى للذب عنهم مرهف الحد لموع، عزمه يغريه بالطعن شمال الصفحتين. وحسينان وحسينان وحسين، فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب، فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، زينب الطهرة بأمر وبنهي نافذين. وحسينان أخت يا زينب،
أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي. لعله في مثل هالوقت، لأن الوداع والوصية ليلة العاشر. إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي، اصبري يا زينب اصبري، فالصبر من خيم كرام المنزع. كل حي سينحيه عن الأعداء حين، وحسينا في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الخطب الجليل، واترك اللطم على الخد وإعلان العويل. ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين وحسينان. وصية أخرى أخت يا زينب، هاتي لي رضيعي أره قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى ظمأن يتلظى ظمأن، والقلب منه في احتراق، ضامر الأحشاء ذاوي الباطن طاوي الشفتين. وحسينا وحسينا، فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. وحسينا أجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين. وحسين تلقح سيام دم الطفل بيده، شحال ليجتنب حضنه وليده، سأل وترس جفه من وريده، وذب للسما وللقاع ما خر. أويلي من لفت سكنه تنادي، يا ياب العطش هالمرة دفادي، صدت لأن أخوها الطفل غادي،
يلولح رقبته ودمه يفور. وحسينان عظم الله أجوركم وأجورنا وأجورنا بمصابنا بالحسين الشهيد، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره تحت راية إمامنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام عز وفخر، صدق مولانا النبي محمد. بالرغم من أن أجواء المصيبة التي وصفتها الزيارة بأنها جلت وعظمت في السماوات على جميع أهل السماوات، أجواء هذه المصيبة هي الغالبة والمسيطرة وتستحث العبرة والدمعة وذكر المقتل، إلا أننا بالإضافة إلى ذلك لا بد أن نشير إلى بعض خصائص صاحب هذا المقتل العظيم، فنجمع بين العبرة والعبرة وبين المعرفة والدمعة، وفي كل أجر وثواب إن شاء الله تعالى. الإمام الحسين عليه السلام هو أبلغ الواعظين وأعظم المتكلمين بدمه وشهادته بعد لسانه وبيانه، فإذا كانوا قد كتبوا في بلاغة الإمام الحسين عليه السلام ونقلوا الكثير من أقواله التي تشابه في بلاغتها بلاغة أمير المؤمنين، وفي فصاحتها فصاحة النبي الكريم، إلا أن وعظه بموقفه وبشهادته وبرأسه المعلى على رمح طويل هو أعظم العظات وأنفذ القول، ليس لمن كان في زمانه وإنما هو عابر للتاريخ، عابر للزمان، متجاوز لحدود المكان. ولهذا يحق لنا أن نصيغ السمع إلى هذا الخطاب الذي ترجمه بشهادته وعبر عنه بدمه وخلق مسيرة في التاريخ لا تشابهها المسيرات الأخرى.
الحسين في عظته هذه يقول لنا: للمرء كل مرء عمران، عمر بدنه وجسمه، وعمر معناه وقيمه. العمر الأول محدود بزمانه، محدود بمكانه، لا يتخطى عددا معينا من السنين، إذا كثرت وإذا طالت لا تتجاوز في الأحوال العادية في أزمنتنا ما بعد 100 من السنين. هذا حد عمر الإنسان، حد ما يطيقه بدنه، تاريخ انقضائه هو هذا المقدار، وإذا تجاوزه يعد من النوادر. وفي هذا سواء كان من الأنبياء أو كان من الأشقياء، فإن أعظم خلق الله عز وجل هو نبينا المصطفى محمد. وهو قد تجاوز 60 بقليل وذهب إلى رحاب ربه، ويتلوه في الفضل والمنزلة علي أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقارب هذا العمر. ولو بقي الحسين عليه السلام أيضا كان سيكون ضمن هذا الإطار، يزيد أو يقصر. هذا عمر البدن والجسم، وأما عمر المعنى والقيم. عندما يتحول شخص إلى تجسيد لمعان وقيم ومسيرة، فهذا الإنسان الذي تحول إلى تجسيد للقيم والمعاني السامية سوف يبقى ببقائها ويستمر باستمرارها، ولن يحده زمان ولا مكان. هذا ما يبينه لنا حياة الحسين ونهضته وشهادته. إلى يومنا هذا، وإلى أن يأذن الله عز وجل بالنهضة الكبرى لقائم آل محمد، سيظل هذا المعنى الذي صنعه الحسين بمسيرته ونهضته وشهادته قائما إلى أن يرفع اللواء حفيده الإمام المهدي في حركة الإصلاح العالمية. أي إنسان لصق نفسه بمعنى من المعاني السامية، بدين الله، بكلمة الله، بحب الله، بالتضحية من أجل الله، أيضا هذا الإنسان سيبقى ببقاء هذه القيم. ففكر أيها المؤمن، فكري أيتها المؤمنة، ألا يقتصر الإنسان في عمره على عمر البدن، وإنما ليسعى لكي يكون من أصحاب عمر المعنى، عمر القيم، عمر الفضائل عندما يطبقها في حياته. هذا مما يعظنا به الحسين عليه السلام. الحسين الذي لا أعلم أحدا في تاريخ البشر له من القدرة على التأثير والقيادة والتحريك كما هو للحسين عليه السلام
في هذه الليلة لو أراد إنسان، بل لو أرادت لجان وجمعيات أن تحصي عدد من يحركهم الحسين لن تستطيع ذلك. لو أرادت جهات أو جماعات أن تحصي حجم الأنشطة التي يحركها الحسين عليه السلام على مستوى الكرة الأرضية، سيكون هذا من شبه المستحيلات، أن يحصي جماعة أو دول هذه الفعاليات والنشاطات والأشخاص والأعمال والحركات والنيات التي كانت قد انبعثت من تحريك الحسين عليه السلام. هل رأيتم دولة سلطانا أحدا يستطيع أن يحرك البشر وهو على بعد 14 قرنا من الزمان تقريبا، وكل شخص يجد في داخله حركة، يجد في داخله حماسا، يريد أن يعمل شيئا، يريد أن يصنع شيئا، يشعر أنه مديون للحسين عليه السلام بدين، وأنه يريد أن يؤدي ذلك الدين. البعض يفعل ذلك فيأتي إلى مجلس، والبعض الآخر ينفق من ماله، والبعض الثالث يذهب إلى زيارة الحسين، والرابع يطعم الناس، والخامس ينشر الكتاب، والسادس والسابع، وهكذا كل مجلس فيه من الأنشطة والأعمال الكثير، وكل واحد من هؤلاء يشعر في داخله أنه أعطى وأعطى ولم يوفي جزءا من ذلك الدين الذي هو في رقبته. أي تحريك هذا؟ أي قدرة هذه؟ أي سلطة هذه يملكها الحسين على من يتبعه من الناس؟ إن هذا من مصاديق كلمة الله هي العليا. الحسين تحول إلى كلمة الله عز وجل، تحول إلى مديم للرسالة، فصار جزءا من النبي، وصار النبي جزءا منه. أنا حسين مني وأنا من حسين. أيها الأحباب، أيها الأفاضل والكريمات، الإمام الحسين عليه السلام لا يعرف قدره الحقيقي. حسبنا في مثل هذه الأماكن أن يأتي كل شخص إلى البحر فيغترف غرفة غرفة من ذلك البحر، وإلا لا مجال لأن يحيط شخص بهذا البحر. والحسين كذلك، من أي باب فتحت وجدت عالما من الفضائل والمناقب التي ينبغي أن يقتفي الإنسان أثرها. والحسين عليه السلام ليس لنا نحن شيعة أهل البيت فقط، أكرمنا الله سبحانه وتعالى لا ريب، وهذا مما يحمد الإنسان ربه غاية الحمد عليه، ليقول كما أنت تقول في أول باب من زيارة الحسين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
أكرمنا الله سبحانه وتعالى، تفضل علينا ربنا أن انتخبنا وانتخب لنا آباء وأمهات جزاهم وجزاهن الله خير الجزاء، علمونا حب الحسين من الصغر، اختلط حبه بأنفسنا بضمائرنا بوجداننا بأحاسيسنا حتى إذا كبرنا نقلنا ذلك إلى أبنائنا، أكرمنا الله بذلك لا شك ولا ريب. لكن الحسين من السعة ومن اللامحدودية لا يقبل شخصه ولا شخصيته أن يبقى محصورا في فئة من الناس، هو للعالمين كجده رسول الله، هو للمسلمين. ألم يقل انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أحسابكم إلى أنفسكم فاسألوها ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ هنا ماذا يريد أن يقول الحسين؟ كلاما كثيرا منه أن يقول لو كان هناك محور ينبغي أن يجتمع عليه المسلمون لكنت أنا ذلك المحور، فالتفوا أيها المسلمون حول الحسين. أوليس من غير الإنصاف أن تمر ذكرى الحسين على بعض المسلمين كما يمر أي حدث آخر، بل ربما أكثر من ذلك، تمر على بعض المسلمين ذكرى الحسين وإذا بهم يحتفون من دون أن يشعر بعضهم بسنة أموية كالصيام في يوم عاشوراء، والذي اتخذه الأمويون عيدا لهم، أو أن بعض المسلمين يتطيبون ويتزينون ويأكلون الملذات في هذا اليوم، حلوى عاشوراء وغير ذلك كما ذكروا في بعض بلاد المسلمين، جريا على ما أسسه الأيوبيون المخالفون لأهل البيت عليهم السلام وغيرهم ممن انتهجوا هذه السنة الأموية. الحسين عليه السلام لجميع المسلمين وينبغي أن يكون كذلك، وهذه مسؤولية شيعة أهل البيت عليهم السلام في إيصال صوته في التبشير بقضيته على المؤمنين إذا أرادوا هذا الأمر، نشر عليهم نشر الكتاب بمختلف اللغات. لا ينبغي أن يكون عندنا نقص في جانب مقتل الحسين بعشرات اللغات صوتا وصورة وكتابة وطباعة، هذا من أهم القربات. لا ينبغي أن نقصر في أن يكون لنا فضائيات بمختلف اللغات تنشر ذكر الحسين وقضية الحسين في كل مكان، ولا ينبغي أن يصغى إلى الأصوات السلبية التي تقول هذه مثلا الفضائيات كذا وكذا. تفضل أن تأسس فضائية بالمقاييس التي تراها مناسبة، لا يكن هم الإنسان الانتقاد والانتقاص، ذاك جهده بهذا المقدار. أنت صاحب النظريات،
أنت صاحب الأفكار، أنت صاحب المنهج الإعلامي، تفضل وتقدم إلى الميدان. لا يكن نصيبك فقط أن تنتقد، فقط أن تتكلم، اعمل بدلا من أن تلعن ما تظنه الظلام، أشعل شمعة لو كنت من أهل النور. وهكذا الحال بالنسبة إلى المجالس. مجالس الحسين عليه السلام لها من الأثر الشيء الكبير جدا، لكنه كأي شيء هو أثر تراكمي تدريجي. هل هناك أعظم عند المسلمين من القرآن الكريم؟ كلا، هو كلام الله، كتاب الله، علم الله، ومع ذلك تأثيره تأثير تدريجي تراكمي. لم نجد ولا يمكن أن نجد شخصا قرأ القرآن، قرأ سورة أو قرأ كل القرآن فتغير في نفس السنة 180 درجة. دلوني على واحد، أخبروني عن شخص، لا يوجد ولن يوجد. هذا الذي يتصور، هذا التصور لا يعرف الإنسان ولا يعرف المجتمع، وإنما يقال اقرأ القرآن في كل يوم ولو 50 آية على مدى الزمان والأيام والسنوات، وهذا القرآن سيغيرك ويؤثر فيك ويزيدك قربا من الله، يزيدك معرفة وثقافة، تتنزل عليك رحمة الله وبركاته بشكل تدريجي. سوف تجد نفسك بعد مدة من الزمان غير الذي كنت عليه قبل هذه المدة. مجالس الحسين هي هكذا، في كل سنة أنا وأنت نتغير، أنفسنا تزداد صفاءً، ثقافتنا ترتفع، حبنا وولاؤنا لأهل البيت يزداد، رحمة الله علينا تتنزل. لكن هذا مو كمية واحدة، مو فجأة واحدة، وإنما هي بشكل تدريجي وتراكمي. وهذا اللي يحصل عند من يديم قراءة القرآن هكذا، من يتعرض إلى عطاء الحسين عبر مجالسه هكذا. فكلما استطاع الإنسان أن يديم هذا الأمر زاد تأثره وزاد تغيره وزاد صفاء نفسه وحسن ضميره وهكذا. لهذا ينبغي التشجيع قدر الإمكان. لا ينبغي للإنسان أن يقول كلمة فيها تضعيف لشيء حسن. ما فائدة هذه المجالس؟ لماذا تكثر المجالس؟ لماذا يتعدد الخطباء؟ لماذا لماذا؟ هذه التي تنتهي إلى التضعيف ينبغي للإنسان أن يجتنب عنها. إن كان لديك كلام جيد تفضل، إن كنت تستطيع أن تغير، تنتج كما تريد خاليا من الانتقاد تفضل. وأما أن تنتقد الموجود، وهذا كما يقول القرآن الكريم والذين لا يجدون إلا جهدهم. بعضهم كانوا ينتقدون، هذا جايب إلى نصف درهم وذاك جايب إلى كسرة خبز علشان صدقة، جماعة يجون ينتقدون، شنو هذا نصف درهم يقوم حرب؟ كسرة خبز هي تأثر في اقتصاد البلد، فينتقدونهم ويسخرون منهم. القرآن الكريم تهددهم، هؤلاء الذين ينتقدون ويسخرون ممن يعطي العطاء البسيط، هذا مقدار، هذا ما يستطيع أن يعطيه، أنت تقدر شيء أكثر، تفضل إلى الميدان لا تنتقد غيرك.
مجالس الحسين مجالس بركة، قال فيها الإمام: إني لأحب تلك المجالس، أحبها. ويحب من فيها، في بعض الروايات: ما اجتمع قوم فتذاكروا أمرنا إلا وتنزلت عليهم الملائكة وحلت عليهم البركة. حتى لو تذاكر بسيط، حتى لو ما في معلومات عالية ومهمة جدا، إذا ذاك حصل فنور على نور. لكن حتى لو كان بهالمقدار البسيط، نفس هذا الاجتماع فيه بركة تنزل، وفيه ملائكة تتنزل، وفيه ثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذه المجالس، وممن تنفذ إلى أعماقهم محبة الحسين عليه السلام. لا نطيل أكثر من هذا، ينبغي أن نتجه إلى كربلاء حيث تخيم أجواء المصيبة، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها، عظمت في السماوات على جميع أهل السماوات، عظمت على رسول الله، عظمت على أمير المؤمنين، عظمت على فاطمة الزهراء، عظمت على أئمة أهل البيت عليهم السلام جميعا. وتبدأ من هذه الليلة، مو من بكرة، ها؟ من الليلة. لعله أيضا مثل هذا الوقت الحسين عليه السلام خارج الخيمة يصلح سيفه، السجاد تمرضه، عمته زينب في داخل الخيمة والحسين في خارج الخيمة، يصلح سيفه ويتمثل بالقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب بحقه قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل. الحسين ينعى نفسه، يقرأ شيئا عن مصيبته المنتظرة. السجاد في داخل الخيمة يقول: أما أنا لما سمعت شعر والدي خنقتني العبرة وكتمت ذلك، وأما عمتي زينب كعبة المصائب هذه المرة فإنها قامت من خيمة السجاد وخرجت إلى الحسين وألقت بنفسها عليه: أخي أبا عبد الله، ليت الموت أعدمني الحياة، أراك تغتصب نفسك اغتصابا للموت، كأنك أنت متعجل على نفسك بالموت أخي أبا عبد الله. قال لها أخي: الله الله، في نفسك إن أهل السماء، إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، جدي خير مني، أبي خير مني، أخي خير، أمي خير مني، أخي خير مني، ولي ولهذا الخلق برسول الله أسوة حسنة. فمن ذاك الوقت بعد زينب بدأت تتحسب إلى وقوع المصيبة. إلى صباح ذلك اليوم صف الحسين أصحابه وصف المعسكر الآخر جندهم، خيب الله خاتمتهم، فجاء الحسين لكي يخطب فيهم خطبة لعلها تهدي من شاءت له الإرادة الهداية، الإرادة الإلهية الهداية. فبدأ يخطب فيهم، افتتح كلامه بالقول: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته،
وأراكم قد اجتمعتم إلى أمر أسخطتم فيه ربكم وأعرض بوجه الكريم عنكم فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بما أنزل على محمد، يعني أنتم تزعمون هكذا وبالتالي فالحجة عليكم، وآمنتم بما أنزل على محمد ثم إنكم عدوتم على أهله وعترته وذريته تريدون قتلهم فتبا لكم ولما تريدون، ويحكم انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وحاسبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أولست أنا ابن بنتي نبيكم وابن وصيه، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن، هذان سيدا شبابي أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله ويعاقب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك يخبروكم أنهم قد سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن، ويحكم أما في هذا حاجز لكم عن قتلي وسفك دمي وانتهاك حرمتي، فأصبحوا لا يكلمونه. فجاء أصحاب الحسين، جاء زهير بن القين وجاء برير بن خضير وجاء غيرهم وخطبوا خطبا في ذلك القوم، ولكن قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، لم يسمعوا الكلام ولم يتعد منهم الآذان. فجاء الإمام الحسين وخطب خطبته الثانية مقرعا إياهم، تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل لكم أصبح فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتسارعتم إليها كتهافت الفراش، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. عندها جاء عمر بن سعد وأراد أن يقطع الكلام حتى لا يتأثر العسكر، فسدد سهما من قوسه إلى جهة الحسين وقال اشهدوا لي عند الأمير
أني أول من رمى بسهم، فتتابعت السهام على جهة الحسين وعلى مخيمه، قالوا إن 4000 نبلة انطلقت من معسكر الأمويين إلى جهة الحسين وخيامه، حتى وصل بعضها إلى خيام النساء وشك أزرهن وملابسهن، فصحن ونادينا ومحمدا وعليا وحسينا. قال الحسين عليه السلام: هذه رسل القوم إليكم، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. فقام أنصار الحسين واشتبكوا مع المعسكر الأموي، ثار الغبار على القسطل، أظهر أبطال كربلاء ملحمات بطولية، أكثر القتلى والجرح في جيش عمر بن سعد، لكن لم يكن يبين فيهم لكثرتهم، لا كثر الله أعدادهم، ولكن من جلت الغبرة وهدأ الغبار إلا وقد صرع من معسكر الحسين 50 شهيدا. أيوا حسينا. عندما نظر الحسين إلى عدد من استشهد من أصحابه وأنصاره، نعاهم ورثاهم وأبنهم بما يليق بهم من الثناء الجميل والكلام الحسن صلوات الله عليه وعليهم، قضى حق عليهم دون الإخيا، ولا خلوا خوات حسين تنظر لما مات وتفايض منهم تهاوى، ومثل ما هو النجم هذا الرمح بفادة تفن، هذا بيه للنشاب رن، وهذا الخيل صدر رض ضن. ثم إن بني هاشم برزوا إلى القتال، فأول من برز شبيه النبي علي الأكبر، ما هي إلا ساعة وإذا به ينادي من وسط المعركة: أبا يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاءه الحسين ووجده قد قطعوه إربا إربا، فنادى على الدنيا بعدك العفا. ثم برز آل عقيل وبرز آل أبي طالب، برز أبناء علي غير العباس، وبرز أبناء الحسن المجتبى، وبرز بقية بني هاشم، فتساقطوا على الرمضاء واحدا بعد واحد. لم يبقى مع الحسين إلا أبو الفضل العباس، جاء إليه مستأذنا وذهب إلى الشريعة: عظم الله أجرك يا حسين في أبي الفضل. فقطعوا منه اليمين وقطعوا منه الشمال، ثم ضرب بالحديد على رأسه وهوى إلى الأرض صريعا. جاءه الحسين مناديا: الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بي عدوي. ثم إن الحسين رجع إلى الخيمات
استقبلته زينب وسكينة، نعى إليهما العباس، فصاحت زينب: وأخاه، وعباسا. يقول بعض أرباب الخبر إن الحسين دخل إلى خيمة العباس فقوض تلك الخيمة، يعني صاحب الخيمة وقع على الشريعة. ثم إن الحسين نادى بعد أن التفت يمينا وشمالا فرأى أصحابه وأنصاره وأهل بيته مجزرين على الرمضاء، مطرحين هذا على وجهه وذاك على يمينه، وبعضهم في خيمة الشهداء. نادى: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من معين يعيننا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ أما من ذاب فيذب عن حرم الله وحرم رسوله؟ أنا وأنت والجميع ننادي لبيك لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله، لبيك يا ابن فاطمة الزهراء. إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي. لبيك إنا على العهد باقون، لبيك يا ابن رسول الله على نهجك سائرون. والله لا نخليك أبدا ولا نفارق منهجك. لم يسمع الحسين جوابا من تلك الأجساد، فجاء إلى الخيمات حتى يودع النساء والأطفال ويحمل على الأعداء، فنادى: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رباب، يا فلانة ويا فلانة ويا سكينة، يا بنات رسول الله، ودعوني أهل بيتي الوداع، ودعوني أهل بيتي الوداع، يوم عاشر يذبحوني الوداع. فأحطن به النساء، هذه تقبل ذيله وتلك تتعلق برجله، وهذه تشمه وتلك تضمه، هذه تقول: إلى أين يا رجانا؟ إلى أين يا حمانا؟ قال أرباب الخبر: افتقد ابنته العزيزة سكينة. قال زينب: أين ابنتي سكينة؟ قالت: في داخل الخيمة. جاء إليها وإذا بها قد وضعت رأسها بين ركبتيها وهي تبكي. قال لها: بني سكينة، سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني. يعني بعدك لاحقة على البكاء، جاينك البكاء من ضرب سياط زجر وشمر.
قالت: أبا استسلمت للموت؟ قال: كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت: إذن أبا اجلسني في حجرك وامسح على رأسي كما تصنع باليتامى. فعل لها ذلك ثم قام، أراد أن ينطلق إلى الميدان، وإذا بزينب تأتيه بعبد الله الرضيع. هذا الطيف قد جف اللبن في ثدي أمه، خذه إلى القوم وسلهم أن يسقوه. ذهب الحسين إلى أولئك القوم الأجلاف، نادى: قتلتم أهل بيتي، لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه، إن خفتم أن نشرب فخذوه إليكم واسقوه. فما سقوه إلا بسهم حرملة يقطع عنقه من الوريد إلى الوريد. أيوا إماما أهوى حسين. قالوا: لما وقع السهم في رقبة الطيف فك يده من القماط وتعلق برقبة أبيه الحسين. أخذ الحسين دماءه رفعها إلى السماء وقال: اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. رجع الحسين إلى الخيمات ودفنه في كسر الخيمة حتى لا يقطع رأسه عندما تقطع الرؤوس، لكنهم قطعوا حتى رأس الطفل الرضيع. ودعهن مرة أخرى وانطلق إلى الميدان وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. فكان كلما برز إليه رجل قطع عنقه أو كر عليه فارس بعجه بسيفه حتى أكثر القتل والجرح فيهم. فنادى عمر بن سعد: ويحكم، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، ألا لا يبرزن إليه أحد، ولكن احملوا عليه حملة رجل واحد. ودار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، بياض العين بصبيها يتدور. هذا والحسين يدخل في أوساطهم ويخرج من أعراضهم وهو يقول: إلى أين تفرون وقد قتلتم إخوتي وقد قتلتم أهل بيتي وأنصاري حتى أكثر الجرح فيهم؟ عندها تعب مولانا الحسين على أثر شدة الظما وعلى أثر الجراحات الواصلة إليه، إذ كان كل منهم يضرب الحسين بما يقدر عليه. فنزفت دماء الإمام، أرهقه العطش والظما، فوقف يستريح قليلا لكي يعاود الكرة والحملة عليهم. أوجب يستريح حسين ساعة، بينما هو واقف هكذا يستريح وإذا بحجر أبي الحتوف يشتكه في جبينه. أيوا حسين، انبعثت دماء الإمام غزيرة من جبينه، سالت على عينه وعلى شيبته،
مسحها بطرف كمه ما توقفت، رفع طرف قميصه لكي يمسح الدم عن عينه ووجهه، وإذا بسهم حرملة الميشوم يقع في أحشاء إمامنا الحسين. أيوة إماماه وسيداه. قالوا حاول الحسين أن يخرجه من أمامه لكنه تنشب فأخرجه من قفاه وانبعثت دماؤه غزيرة، لم يستطع الحسين أن يستمسك على ظهر الفرس، أخذ يتمايل يمينا وشمالا من شدة الظما ونزف الدماء. أدرك الفرس أن خياله لا يستمسك فتدانا إلى الأرض، فسقط إمامنا ووقع على التراب وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، وأغمي على الإمام بعد ذلك. فتحير عسكر بني أمية ما الذي يريده الحسين، جاء منهم لعين فضرب الإمام بسيفه على كتفه ورماه لعين في صدره، وهذا والإمام على ذلك التراب، إلى أن قال عمر بن سعد ويحكم انزلوا إليه وأريحوه. فنزل رجل جاء ليقتل الحسين لكنه حدق في وجه الحسين وعينه، قال كأنهما عينا رسول الله، وتراجع. وجاء غيره ضرب الإمام ضربة وهرب، إلى أن جاء شمر بن ذي الجوشن الضبابي. أيوا حسين، تقدم إلى إمامنا، عظم الله أجرك يا رسول الله يا أمير المؤمنين، تقدم إلى إمامنا وصعد على صدر الإمام واستل سيفه من غمده وأخذ يهبر أوداجه. أكثر من هذا تقول الرواية، لم يقطعه من الأمام ثم كبه على وجهه وأخذ يضربه من الخفا على رقبته ضربات إلى أن فصل رأس الحسين من بدنه. أيوة إمامه، والحسين ينادي أأقتل ظمآنا وجدي رسول الله، أأقتل عطشانا وأمي فاطمة الزهراء، أأقتل عطشانا وأبي علي المرتضى، إلى أن أنهى هذا اللعين ذلك الأمر ورفع رأس الإمام على رمح طويل. تقل يا خايب خل اخويا حسين ساعة يا اغمض لو امد للموت، باع ما هو شمامة الحلوة اطباع، دخل براح روح حسين تظهر
ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا توجهوا إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، توجهوا إلى جهة كربلاء